بسم الله الرحمن الرحيم. السمستر الثاني بيتكلم عن الراوتينج. يعني ايه راوتينج؟ لو تفتكروا ايام السمستر الاولاني لما كنا قسمنا الشبكه بتاعتي لكذا نتورك اي دي، النص الناحيه دي خلينا في نتورك اي دي، والاجهزه اللي الناحيه دي في نتورك اي دي مختلفه، لما جيتوا تبنجوا بين الاجهزه اداني ريبلاي؟ لا، قلت لكم ساعتها ده في نتورك وده في نتورك. لو انا محتاجه ان هما يتبنجوا على بعض، محتاجه ما بينهم ايه؟ ديفايس بيفهم، او ديفايس وظيفته ان هو بيخلي الشبكات المختلفه النتورك اي ديز المختلفه تقدر توصل لبعض. مين هو الديفايس ده؟ الراوتر. تمام، وقلت لكم حتى ساعتها انا مش هطلع الراوتر من علبته اوصله على الشبكتين الدنيا قامت، لا، في شغل كتير لازم اعمله. تمام، هو ده بقى شغل السمستر الثاني بالكامل، راوتنج. تمام، راوتنج يعني ايه؟ سي دلوقتي هنعمل شبكه بسيطه جدا R1 او BC1، هوصله على BC2، وهوصل هنا راوتر 1 راوتر 2، وهوصل الانترفيس دي كلها ببعضيها. سي دلوقتي ده جهاز A، ده جهاز B. او اقول لكم تعالوا اكبر بس الاول الدنيا كده شويه، هوصل هنا سويتش وهوصل عليه اكتر من جهاز، هحتاجكم دلوقتي كمان شويه باذن الله. ادي جهاز، التاني، التالت. والاجهزه ده جهاز اي بي سي دي، ده راوتر R1، ده راوتر R2. تمام، دلوقتي بفرض ان النتورك دي مثلا في شبكه عشرات اوفر 24، النتورك اللي في النص دي شبكه 11 اوفر 24، الشبكه اللي الناحيه دي شبكه 12 اوفر 24. البي سي مثلا هديله اي بي دوت 100، يبقى الاي بي هاته كام يا شباب؟ 10.0.0، ها 100. طب والراوتر الانترفيس ده مثلا هفترض ان انا هربطه بفاست 0 على 0، يبقى الانترفيس ده اي بي هاته هتبقى كام؟ ايوه كام؟ انا اقصد الاوكتيت الاخراني، ها؟ مفيش 10.0.0، مفيش اي بي واحد. احنا كنا قلنا قبل كده كنوع من توفير هنعمل ايه؟ هاجي على الانترفيس ده وهديله اي بي كام؟ رقم الراوتر ذات نفسه، صح؟ تمام؟ طيب الناحية دي سي ان انا هربط ده فاست 0 على 1، الانترفيس ده فاست 0 على 0، الانترفيس اللي الناحية دي فاست 0 على 1. تعالوا الأول نظبط الأي بيهات كده ونشوف هيشتغل ازاي. الأجهزة هديلها مثلا دوت 100، سي هديله دوت 101، دي سي مثلا هديله 102. انا دايما بفضل يعني اكس الكمبيوتر ببدا من دوت 100 وانا بشتغل في اللاب انفايرومنت. تمام، ورقم الراوتر الاي بي بتاع الراوتر اخر اوكتيت فيه بيبقى رقم الراوتر ذات نفسه. تمام، احنا اتفقنا قبل كده ده كتسهيل ليا بس انا مش اكتر، عشان لما الشبكه بعد كده تكبر مننا باذن الله، انت عايز تبنج على راوتر 5 تبقى عارف كويس ان اخر رقم في الاي بي 5، هيسهل معاك جامد جدا قدام. تمام، طيب جهاز ايه المفروض دلوقتي كل الهدف من السمستر ده ان انا عايز يوصل لجهاز بي مثلا، طبعا وجهاز سي وجهاز دي. يعني المفروض كده ان انا عايز اعمل في الشبكه دي ايه؟ حاجه بنسميها end to end delivery، او بنسميها end to end communication. يعني ايه end to end delivery او communication؟ الهدف تاني ان انا اقدر ان انا اوصل الباكت بتاعه الاي بي من جهاز ايه لجهاز بي. يعني شبكه من الاخر بتاعتي تبقى بنجابل، ابنج من ايه على بي يديني ريبلاي. طب ما انا عارفه ان الباكت بتاعه الاي بي بيشيل في قلبها ايه؟ الابلكيشن. ما انا لو قدرت ان انا اوصل الباكت بتاعه الاي بي فروم سورس تو ديستنيشن، يعني اعمل اند تو اند ديليفري، يبقى انا شلت في قلبها ها الابلكيشن بتاعي، سواء بقى شيرنج ولا مش عارفه دي ان اس ولا اتش تي تي بي ولا وات ايفر، ايا كان نوع الابلكيشن. تمام، يبقى تاني الهدف من الشبكه بتاعتي دي كلها النهارده هنعمل ايه؟ ان انا اعمل اند تو اند، ها اند تو اند ديليفري، اوصل الباكت بتاعه الاي بي فروم سورس تو ديستنيشن اند تو اند. تمام، ايام السمستر الاولاني لما كنا بنقلب في الباوربوينت كده وجينا في الحته بتاعه اند تو اند ديليفري دي، وقلت لكم اصبروا بس هنفهمها في اول يوم في السمستر الثاني. تمام،
اند تو اند يعني ايه من اول بوينت عندي في الشبكه لغايه اخر بوينت عندي في الشبكه عايزاهم يوصلوا لبعض. عشان اقدر ان انا اوصل للنتيجه دي المفروض دلوقتي ان ار 1 الراوتر ده هبلد عليه حاجه بنسميها راوتنج تيبل. اي راوتر في الدنيا هبلد عليه حاجه اسمها ايه يا شباب؟ راوتنج تيبل. ايه الراوتنج تيبل ده؟ بيبقى جواه كل الشبكات اللي الراوتر ار 1 محتاج ان هو يوصل لها والبيست باس افضل طريق عشان يوصل للديستنيشن ده. بمعنى ايه؟ حاجه زي كده. سؤال قبل كده سالته لكم ايام السمستر الاولاني وقلت لكم مش محتاجه اجابته دلوقتي. لو انا مثلا عندي هنا ار 1 كونكتد بار 2 ار 3 ار 4 ار 5 والشبكه دي كلها متوصله ببعضيها، حاجه مثلا بالمنظر ده، عشان في النهايه اوصل للراوتر او للشبكه اللي ورا ده مثلا 1 ار 1 2 3 4 5. السؤال تاني، لو انا دلوقتي ار 1 عايزاه يوصل للشبكه دي زي مثلا الشبكه اللي ورا دي شبكه عشرات، قدامه كام طريق؟ كام؟ ثلاث طرق. طب ايه رايكم امشي الداتا فين؟ من 1 ل 3. طب لو قلت لك يا جوجل ان الطريق ده الباند ويث بتاعه 56 كيلو بت بير سكند، لكن الطريق اللي فوق سرعته 1 ميجا والطريق اللي تحت سرعته 2 ميجا، امشي الداتا فين؟ في الاسرع 2 ميجا. طب لو قلت لك ان الطريق اللي تحت ده الراوترز اللي فيه بطيئه شويه وبتعمل لي ديلي، اهو ده شغل السمستر الثاني كله بقى. بمعنى ايه؟ المفروض دلوقتي ان ار 1 انا هبلد عليه النهارده حاجه اسمها راوتنج تيبل. الراوتنج تيبل ده هيبقى جواه كل الشبكات اللي انا عايزه اوصل لها. مين هي الشبكه اللي انا عايزه اوصل لها؟ شبكه ال10001. هيبقى فيا مين؟ انهي انسب طريق؟ في السمستر ده في سيناريوهات كتير. في سيناريو مثلا لو انا طبقته هلاقي الداتا هتمشي من طريق ار 1 لار 3 على طول. في سيناريو تاني اجي اشغله هلاقي الداتا هتمشي من ار 1 لار 4 لار 5 لار 3. تمام؟ فمش حاجه ثابته، على حسب انا مشغله ايه على الراوترز بتاعتي. كل مره هنلاقي ان الاختيار بتاعنا هيتغير، كل محاضره هلاقي ان الاختيار بتاعنا هيتغير. الفكره اللي انا عايزه اوصلها لكم دلوقتي ان الطريق البيست باس اللي همشي فيه عشان اوصل من السورس للديستيشن هيتحط جوه مين؟ تيبل. التيبل ده اسمه ايه؟ راوتنج تيبل. التيبل ده اسمه ايه؟ راوتنج تيبل. يعني ممكن دلوقتي الاقي في الراوتنج تيبل بتاعي ده ان عشان اوصل لشبكه العشرات فيا همشي فيا ار 3. ممكن الاقي مكتوب جواه كده. ممكن الاقي مكتوب جواه فيا ار 2 يبقى هرمي على مين؟ على ار 2. ممكن الاقي مكتوب جواه فيا ار 4. ها وضحت كده يعني ايه راوتنج تيبل؟ تمام؟ حد واعمني؟ تمام. الراوتنج تيبل ده بقى ببنيه ازاي؟ قال لك في كذا طريقه ببلد بيها الراوتنج تيبل. عشان ابلد الراوتنج تيبل في عندي طريقتين رئيسيين. الطريقه الاولانيه بنسميها طريقه ستاتيك، والطريقه الثانيه بنسميها طريقه دايناميك. النهارده ان شاء الله تكييف. طب ماشي، هو الريموت فين؟ الريموت فين؟ تمام. الراوتنج تيبل عشان يتبني في عندي طريقتين، الطريقه الاولانيه ستاتيك والطريقه الثانيه دايناميك. تمام. ستاتيك يعني ايه؟ يعني انا كادمن انا اللي هختار البيست باس فروم سورس تو ديستنيشن. انا كادمن شايفه ان الطريق اللي في النص ده انسب طريق، انا اخترت كده. يبقى هاجي في الراوتنج تيبل وهكتب جواه ايه؟ ان انسب طريق عشان امشي فيه الداتا انا اخترت طريق مين؟ ار 3. انا اللي اخترت كده. حد هيقدر يقول لي لا؟ انا اللي اخترت. يبقى تاني ستاتيك معناها ايه؟ ان انا كادمن اللي هامله الراوتنج تيبل ده بايدي، انا اللي هقول كل شبكه عايزه اوصل لها هوصل لها فيا مين؟ مره اختار ار 2 براحتي، مره اختار ار 3، مره اختار ار 4، انا كادمن اللي هختار. تمام؟ طب ايه رايكم؟ انا في التوبولوجي اللي قدامكم ده لما انا اختار كان اختياري صح ولا غلط؟ هي شويه. لما انا دلوقتي اخترت
من R1 لR3، ايه رايكم؟ مش انا عن نفسي شايف ان اختياري ده غلط، لان انا اخترت يعتبر اسوأ طريق فيهم اللي سرعته بطيئه جدا، صح؟ لو انا كنت اخترت الطريق اللي تحت ال 2 ميجا اعتقد ان هو كان يبقى افضل. اه صحيح عدد الراوترز اللي ما بيني وما بين الديستنيشن يعتبر اعلى، بس في نفس الوقت السرعه بتاعته اعلى. تمام. في طريقه تانية بقى، الطريقه اللي هي الديناميك. ديناميك يعني ايه؟ ده النهارده هناخد الاستاتيك وبقيه السمستر كله هناخد الديناميك باذن الله. تمام. عن طريق اني هاجي على الراوتر اسطب عليه برنامج سوفت وير هنسميه كده راوتينج بروتوكول. هسميه ايه يا شباب؟ راوتينج بروتوكول. ده سوفت وير هيتسطب على الراوتر، برنامج هيتسطب على الراوتر. في عندي اكتر من برنامج، في عندي اكتر من سوفت وير. في مثلا سوفت وير معين لو انا جيت دلوقتي سطبته على الراوتر هيخلي لي الداتا تمشي في الطريق ده. في سوفت وير تاني لو انا سطبته على الراوتر برنامج تاني راوتنج تيبل راوتنج بروتوكول تاني هلاقي الداتا ساعتها هيمشي في الطريق ده. راوتنج بروتوكول تالت هلاقي الداتا هتمشي في الطريق ده. بناء على ايه؟ لا ده بعد كده باذن الله لما ناخد كل راوتنج بروتوكول بالتفصيل ونعرف بيختار بناء على ايه. تمام. يبقى تاني الاستاتيك يعني ايه؟ مين اللي هيختار البيست بس؟ انا ولا انا ولا الراوتر؟ انا كادمن اللي هختار وهعمل الراوتنج تيبل بايدي. تمام. لكن دايناميك معناها ايه؟ هسطب سوفت وير على الراوتر اسمه راوتنج بروتوكول، والراوتنج بروتوكول ده هو بنفسه اللي هيختار البيست بس فروم سورس تو ديستنيشن، مش انا كادمن اللي هختار. ايه ده؟ طب ما ينفعش اعدل عليه؟ لا ينفع اعدل عليه. يعني انا حتى انا كادمن لو ما عجبنيش اختيار الراوتر انا ممكن اعدل عليه. واضحه كده؟ تمام. طب انهي افضل، ستاتيك ولا دايناميك؟ دردشوا كده معايا يا شباب. ها دايناميك. حد عنده راي تاني؟ ان انا ممكن يكون مثلا طريق انا شايفه كويس بالظبط. صح. بس اقول لك حاجه يا محمد، دايناميك دايما بيختار البيست. تاني دايناميك دايما بيختار البيست. يعني الدايناميك ماشي اوكي بيختار افضل من اختياري. تمام. بس اقول لك على حاجه، انهي اللود بتاعه اقل على الراوتر، الاستاتيك ولا الديناميك؟ الاستاتيك. مين اللي فكر، انا ولا البروسيسور بتاع الراوتر عملت لود عليه؟ انا اللي اخترت، انا اللي مليت الراوتنج تيبل بايدي. وساعتها الاستاتيك فيه ميزه قويه جدا، ان اللود على البروسيسور وعلى الريسورسز بتاعه الراوتر قليله. تمام. انما الديناميك مشكلته ان اللود على البروسيسور عاليه، ده غير ان الراوترز بتبدا ان هي تتفاعل مع بعض وتبعت لبعض معلومات كده بينها وبين بعضيها، هنشوفها قدام باذن الله، علشان كل راوتر يختار انسب طريق. فهلاقي برضو ان هو بيعمل لود على البروسيسور وبيعمل لود كمان على الباندويتس. انما الاستاتيك ده احنا لسه قايلين انا اللي اخترت الطريق بنفسي. تمام. يبقى ايه رايك، في ميزه جامده جدا في الاستاتيك عن الديناميك ولا لا؟ صح. بس في نفس الوقت انت كلامك صح، توبولوجي اللي قدامي ده الديناميك فيه افضل، لان انا كادمن ممكن اكون اخترت الاختيار اللي هو من R1 لR3 والاختيار ده غلط. عشان كده قال لك في الاستاتيك ليها سيناريوهات معينه ريكومندد فيها، والديناميك فيها سيناريوهات معينه ريكومندد فيها. الافضل بقى في الاستاتيك اشغله امتى؟ when there is only one pass from source to destination. لما يكون عندي طريق واحد بس من السورس للديستنيشن ساعتها انا افضل ان احنا نشتغل ايه؟ ستاتيك. يعني حاجه بالمنظر ده، انا ما عنديش الطريق اللي فوق ده وما عنديش الطريق اللي تحت ده، قدامي كام طريق؟ واحد بس. ايه اللي كان يخليني اساسا اعمل لود على الراوتر واسطب عليه راوتنج بروتوكول وفي النهايه كده كده ما عنديش غير طريق واحد بس يوصلني للديستنيشن؟ طب ما انا اخلي R1 يشوف الشبكه دي فيا R3، ما هو كده كده ما قداميش غير R3 وبلد الراوتنج تيبل بايدي وخلاص. تمام. لكن لو كان في اكتر من طريق، لو انا اشتغلت ستاتيك هيقول لا شغال عادي، يعني انا اخترت من R1 لR3 في حاله اذا كان في اكتر من طريق من السورس للديستنيشن. انا اخترت من R1 لR3 هيقول لا شغال، بس ريكومندد طالما في اكتر من طريق ان انا اشغل ايه؟ هي جوه بروتوكول. ان انا اشغل ايه يا شباب؟ بروتوكول. تمام. يبقى تاني الاستاتيك ريكومندد امتى؟ لما يكون في طريق واحد بس من السورس للديستنيشن. طب افرض ان في طريق واحد وشغلت راوتنج بروتوكول هيقول لا شغال عادي، بس احنا بنتكلم في الريكومندد. تمام. طيب لما يكون عندي اكتر من طريق من السورس للديستنيشن الريكومندد ايه؟ ان ارمي الحمل على الراوتنج بروتوكول، لكن لو اشتغلت ستاتيك هيقول لا شغال عادي جدا. واضحه كده؟ عرفنا استخدم ده امتى وده امتى. تمام. طيب
النهارده ان شاء الله هنركز على الاستاتيك، بعد كده ان شاء الله بقيه السمستر كله هنبدا نشوف اكتر من راوتنج بروتوكول ونبدا نتعامل معاه. يبقى التوبيك بتاع النهارده ستاتيك راوتنج. معايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو جيت دلوقتي على R1 اول ما اقوم الشبكة بتاعتي دي اقومها، يعني ايه؟ اشغل الاي بي هات، احط اي بي هات ونو شوت داون. يعني دلوقتي R1 هحط عليه اي بي كام؟ الاي بي بتاع R1 لسه قايلين 10.0.0.100 البي سي على ايه؟ تمام. طيب لو انا اديت له اي بي بس كده كبير هيقدر يتعامل مع الاجهزه اللي في نفس النتورك اي دي بتاعته. يعني ايه في نفس النتورك اي دي بتاعته؟ يعني كلهم هيبقوا كونكتد عن طريق سويتش 10 اوت اوفر 24. لكن لو انا دلوقتي عايزاه يوصل لشبكه ثانيه، مين هو الديفايس اللي هيوصله للشبكات الثانيه؟ الراوتر، صح؟ فساعتها لازم يكون عارف الاي بي بتاع الراوتر. ليه؟ لان ده اللي هيبقى الجيت واي بتاعه. مش واحنا بنعرف الاي بيات كان في عندي كذا خانه اي بي سبنت ماسك جيت واي وتحت كان في دي ان اس، صح؟ الجيت واي قلنا قبل كده ان هو مين؟ ده اي بي الراوتر، الاي بي بتاع الراوتر اللي هيساعدني ان انا اتنقل من اللان اللي انا فيها دي لاي شبكه ثانيه. يبقى ساعتها الجيت واي على الجهاز هيبقى كام؟ 10.0.0.1. اي بي الراوتر اللي في الطرف بتاعي مش اللي في النتورك الثانيه، مش ال 11، لان حتى هذه اللحظه جهاز ايه مش قادر يوصل غير للعشرات بس. ده اي بي 10.0.0.1 ده اللي هيساعده ان هو يوصل لل 11 وهيساعده ان هو يوصل لل 12. تمام. طب الناحيه الثانيه نفس الكلام، جهاز بي على سبيل المثال الاي بي بتاعه هيبقى كام؟ ها، جهاز بي 12.0.0.100. تمام. ومحتاج ايه علشان يقدر يوصل لبقيه الشبكات؟ محتاج جيت واي. الجيت واي بتاعه هيبقى كام؟ 12.0.0.2. عايزين تخليها واحد، اوكي، بس زي ما اتفقنا انا بفضل ان هو يكون بنفس رقم الراوتر عشان ما يلخبطنيش بعد كده، فهخليه مثلا 12.0.0.2. والاي بي بتاع الراوتر ده هو اللي هيساعدني ان انا اوصل لل 11 وهو اللي هيساعدني ان انا اوصل للعشرات. تمام. يبقى اول خطوه خالص في الشبكه بتاعتي اقوم اي بي هات، واجي على الراوترز اي بي ونو شت داون، اوعى تنسوا النو شت داون. تمام. مجرد ما اعمل كده هلاقي الراوتنج تيبل اتبنى لوحده. ايه ده اتبنى لوحده؟ ده احنا لسه قايلين ان انا اصلا التوبيك بتاعنا النهارده ان انا اللي هبيلد الراوتنج تيبل بنفسي. تمام. قال لك طب نمشي كده واحده واحده مع بعض. شكل الراوتنج تيبل على R1 هيبقى جواه ايه اول ما احط اي بي هات ونو شت داون؟ دي النتورك اللي هو عايز يوصل لها. تمام. اول ما اشغل اي راوتنج بروتوكول او اول سوري ما احط اي بي هات على R1 واعمل نو شت داون، في جزء من الراوتنج تيبل هيتبني لوحده اللي هو مين؟ الشبكات الدايركت كونكتد على الراوتر. الشبكات ايه يا شباب؟ الدايركت كونكتد على الراوتر. يعني ايه الدايركت كونكتد على الراوتر؟ يعني اللي لازقه اساسا في الراوتر، اللي لازقه ايه؟ في الراوتر. تمام؟ طيب هيشوف كده شبكه العشرات وهيشوف شبكه ال 11، والاثنين في الراوتنج تيبل هيشوفهم بحرف السي. السي ده سي معناها ان الشبكه دي دايركت كونكتد على الراوتر. سي معناها ايه؟ ان الشبكه دي دايركت كونكتد على الراوتر. طيب وبالنسبه لار 2، ار 2 هيبقى شايف ايه في الراوتنج تيبل بتاعه؟ بالظبط، ادي نتورك 11 وشايف شبكه 12، شايفهم الاثنين بحرف السي. سي يعني ايه؟ يعني الشبكه دي ها دايركت كونكتد على الراوتر، صح كده؟ دلوقتي تعالوا كده نخلي جهاز ايه عايزه ابنج على الجهاز البعيد. احنا لسه قايلين دلوقتي ان الهدف من الشبكه دي اني اعمل اند تو اند ديليفري، اند تو اند كوميونيكيشن. فلو جيت دلوقتي على جهاز سي بتاعي تحت السي ام دي بتاعته وقلت له بنج مسافه الاي بي البعيد عني اللي هو 12.0.0.100، احنا لسه قايلين جهاز الكمبيوتر ذكي اول لما بيقوم بيعمل اندنج ما بين الاي بي
وما بين السبنت ماسك، ما بين ايه شباب الاي بي والسبنت ماسك، يعمل منهم اندنج، بينهم اندنج ليه؟ عشان يعرف النتورك اي دي بتاعته. فلو انا قلت له دلوقتي بنج على كاز في نفس النتورك بتاعتك هيبعته له دايركت، لكن لو انا قلت له بنج على كاز ما هوش في نفس النتورك بتاعتك، زي دلوقتي حالتي انا الجهاز بتاعي في نتورك 10 وبقول له بنج على كاز تاني في نتورك 12 على طول وهو مغمض، هيعمل ايه؟ هيروح بعت الداتا للراوتر. عارف منين عنوان الراوتر؟ لان في خانه الجيت واي كنت حاطه اي بي الراوتر في خانه الجيت واي، تمام. اول لما اقول له بنج 12.0.0.100 ايه اللي هيحصل؟ الباكت هتوصل للراوتر اللي هو ار1 هيبص جوه الراوتنج تيبل بتاعه، الداتا دي عايزه توصل لشبكه ال 12، هو عنده شبكه ال 12؟ لا، يبقى ساعتها هيروح رابط على كاز ايه يقول له ريبلاي فروم 10.0.0.1 اللي هو اي بي الراوتر، ان الديستنيشن اللي انت عايزاني اوصلك ليه ان ريتشبل. الديستنيشن اللي انت عايزاني اوصلك ليه ده ايه؟ انا مش قادر اوصله ليه؟ مش موجود في الراوتنج تيبل بتاعي، تمام كده. طيب يبقى معنى كده ان ار 1 ناقصه ايه؟ ال 12. ده ساعتها انا اللي عامل له بيلد بايدي، يعني الاستاتيك راوتنج هو ده بقى اللي انا هعمله دلوقتي في شبكه ال 12. يبقى تاني نقسم الراوتنج تيبل لاجزاء، في جزء من الراوتنج تيبل هيتبني لوحده، مين هو؟ الجزء الدايركت كونكتد، بالظبط كده الجزء الدايركت كونكتد، جاست بس ان انا احط اي بي هات ونوشن داون على طول هيظهر ان الشبكات دي دايركت كونكتد في الراوتنج تيبل. وباكد تاني لازم نوشن داون، ما يكونش الانترفيس ادمنستريتلي داون وتقول لي هو مش ظاهر في الراوتنج تيبل ليه، تمام. ايه اللي ناقصني؟ الشبكات البعيده بقى دي انا اللي هعمل لها بيلد بطريقه ستاتيك، وساعتها هيظهر في الراوتنج تيبل بحرف الاس. طب وهنا ار 2 برده هيبقى ناقصه العشرات وبرده بحرف الاس. طب خلينا لغايه كده، انا دلوقتي خليت ار 1 يشوف شبكه ال 12، وجيت بعد كده بنكت من جهاز ايه على جهاز بي، بنج مسافه 12.0.0.100، الباكت هتوصل لار 1، تمام. ار 1 وصلني ار 1 لشبكه ال 12، ار 1 شايف ال 12 ولا لا؟ فهيديني ايه ساعتها؟ ريبلاي ولا لا؟ لا. ليه؟ البنج فعلا هيوصل للبي سي اللي هو بي، البنج وصل لعشرة لار 1 وار 1 عارف ازاي هيوصل لشبكه ال 12 وبعت فعلا الباكت لجهاز بي. بس الفكره بقى دلوقتي، مش جهاز بي المفروض يرد عليا؟ مش احنا كنا قلنا قبل كده ان البنج ده حاجتين، ايكو ريكويست ايكو ريبلاي. ايكو يعني صدى، بمعنى ايه؟ البنج ده في باكت هتوصل من السورس للديستنيشن، المفروض دلوقتي ان جهاز الديستنيشن يرد بريبلاي على جهاز ايه، صح؟ فدلوقتي بي لما يحاول يرد على جهاز ايه، طبعا هو كده هيرد على جهاز ما هوش في نفس النتورك بتاعته، فيروح باعت الباكت على مين؟ على الراوتر بتاعه، على الجيت واي بتاعه. ار 2 مطلوب منه انه يرد على مين؟ على ار 1، على سوري، على جهاز ايه، صح؟ على شبكه العشرات. ار 2 حتى هذه اللحظه شايف اساسا شبكه العشرات في الراوتنج تيبل؟ لا. فساعتها هيديني ايه؟ ريكويست تايمد اوت. يبقى فرقوا لي ما بين ديستنيشن انريتشبل وريكويست تايمد اوت. ديستنيشن انريتشبل معناه ان جهازي مطلوب منه ان هو يبعت داتا او الراوتر بتاعي مطلوب منه ان هو يبعت داتا لجهاز ما هوش اصلا موجود عنده في الراوتنج تيبل، مش قادر يوصل له. لكن لما يديني ريكوست تايم ده اوت، ده معناه ايه؟ ان البنج ذات نفسه وصل للديستنيشن، لكن الديستنيشن ما عندوش راوت باك ليا، ما عندوش طريق يرجعه ليا تاني، تمام. يبقى فعلا كان ناقصني ان انا اعمل ايه؟ كان ناقصني ان انا اجي على ار 2 واقول له خد بالك ده في كمان شبكه اسمها شبكه عشرات، وانت هتشوفها بطريقه ستاتيك. بطريقه ايه؟ ستاتيك. اول لما اعمل كده المفروض ساعتها لما اجي ابنج من جهاز ايه لجهاز بي، لا، المفروض يدوني دلوقتي ريبلاي والشبكه بتاعتي كده هتبقى بينجبل. الشبكه بتاعتي هتبقى ايه يا شباب؟ بينجبل. لغايه دلوقتي حد وقع مني كده في حاجه؟ تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ازاي بقى اعمل الكونفيجريشن دي؟
ازاي اقوم الكونفيجريشن دي. العمل بتاع النهارده هايف جدا 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 على فكره. هاجي على اروان جوه الكونفيجريشن مود واقول له اي بي مسافه راوت. روت لي الداتا لمين؟ انا عايز اوصل لشبكه مين يا شباب؟ على اروان شبكه ال 12 صح؟ اللي السبنت ماسك بتاعها السبنت ماسك بتاعها كام؟ 255 زيرو. فيا مين بقى؟ قال لك هكتب هنا حاجه من الاثنين، يا اما هقول له هحدد له الاكزيت انترفيس، يا اما هحدد له النكست هوب اي بي ادرس. نكست هوب اي بي ادرس. نمسك واحده واحده. افرض دلوقتي ان ار 1 كان عنده اكتر من انترفيس بيوصلني لشبكه ال 12 سي مثلا، عشان اوصل لشبكه ال 12 بطريقه ما كان في راوتر هنا والراوتر ده بيوصلني للراوتر ده، في راوتر هنا كمان بيوصلني للراوتر ده، ده انترفيس مثلا سيريال 0 اوفر 1، ده انترفيس مثلا سيريال 1 اوفر 1. معنى كده ان ار 1 عشان يوصل لل 12 شبكه ال 12 قدامه كام طريق؟ ثلاثة، ما في واحد في النص اهو، ثلاث طرق صح. انا كادمن اخترت انهي طريق؟ انا اخترت الطريق اللي في النص، فكان لازم احدد له عشان انا كار 1 اوصل لشبكه ال 12 انا عايزه الداتا بتاعتي تطلع منين؟ من الانترفيس ده، مش من ده ولا من ده. واضحه؟ يبقى ساعتها اسم الاكزيت انترفيس اللي عندي اللي انا هستخدمه عشان اوصل لشبكه ال 12 مين هو؟ اف 0 اوفر 1 صح. يبقى كلمه اكزيت انترفيس انا مش هكتبها، امال ايه اللي هيتكتب بدلها؟ فاست 0 على 1. يبقى تاني كلمه اكزيت انترفيس معناها ايه؟ اسم الانترفيس اللي عندي انا كار 1 اللي هستخدمه عشان اوصل للديستنيشن. اسم الانترفيس يا شباب اللي عندي انا اللي هستخدمه عشان اوصل للديستنيشن. دي طريقه. في طريقه ثانيه؟ اه، ممكن ساعتها ان انا استخدم النكست هوب اي بي ادرس. كلمة هوب معناها ايه؟ هوب كترجمة معناها ايه؟ مش نطة؟ يبقى ده عبارة عن ايه؟ جهاز بينططني من نتورك لنتورك تانية خالص. مين هو الجهاز اللي بينططني من نتورك لنتورك تانية؟ الراوتر. يبقى عشان كده اي راوتر دايما بنقول عليه هوب. انا ما بجيش على كاس الكمبيوتر او السويتش واسميه هوب، دايما الهوب بقول على مين يا شباب؟ ها؟ على الراوتر. تمام؟ نقرا تاني بقى كده مع بعض. نيكست هوب، انا عند ار 1 مين النكست هوب بتاعي؟ ار 2 نكست هوب اي بي ادرس. هو مش عايز اسم الانترفيس اللي عنده، ده عايز ايه؟ الاي بي ادرس اللي عنده. مين هو الاي بي ادرس اللي عنده اللي هيوصلني لشبكه ال 12؟ كم؟ 11002. يبقى مش هكتب نكست هوب اي بي ادرس، ده انا هكتب كام؟ 11002. ده اللي انا هكتبه. تمام؟ يبقى تاني انا دلوقتي كار 1 عشان اوصل لشبكه ال 12 هقول له اي بي راوت اني عايز اوصل لشبكه ال 12 اللي السبنت ماسك بتاعها بالقيمه دي. حاجه من الاثنين، يا اما هستخدم الاكزيت انترفيس. يعني ايه اكزيت انترفيس؟ يعني اسم، مش الاي بي، اسم الانترفيس اللي عندي انا كار 1 اللي هستخدمه عشان اوصل لشبكه ال 12، او النكست هوب اي بي ادرس. يعني ايه النكست هوب اي بي ادرس؟ الاي بي بتاع الراوتر اللي بعدي اللي انا هرمي عليه وهو يوصلني لشبكه ال 12. واضحة؟ تعالوا بقى كده نكتب الأمر. نكتب تاني كده بقى الأمر. طب لو في راوتر هنا، لو أنا كتبت ال الأي بي بتاعه، مش هعرف يحتاج برضه نكتب له الأي بي بتاع الأمر؟ لا، أنا برمي دايما على اللي بعدي، واللي بعدي المفروض يكون عنده هو كمان بيرمي على اللي بعده. أنسقه. هديكم ده اصلا كتاسك دلوقتي باذن الله وهقول لكم تعملوا فيه ايه. تمام؟ طيب يبقى معنى كده ان هكمل الامر هنا كده، هقول له ايه؟ اي بي راوت لو عايز اوصل لشبكه ال 12 اللي السبنت ماسك بتاعها كذا هستخدم مين؟ فاست 0 على 1. هستخدم ايه يا شباب؟ فاست 0 على 1، او اكتب له ايه؟ النكست هوب اي بي ادرس اللي هو 11002. يا اما اكتب له الامر بالمنظر السطر اللي فوق ده،
يا اما اكتب له الامر بالمنظر اللي تحتنا. طب خلينا في المنظر الاولاني، وعلى اخر اليوم النهارده باذن الله هعرف انهي سيناريوهات افضل فيها ان انا استخدم الاكزيت انترفيس، وانهي سيناريوهات هستخدم فيها النكست هوب اي بي ادرس. طب حد يقول لي بقى كده على ار 2 هعمل ايه جوه الكونفيجريشن مود؟ هقول له اي بي راوت. ها صح، ها 10 برافو اللي سبنت ماسك. انا فوق استخدمت الاكزيت انترفيس، تعالوا المره دي كده استخدم النكست هوب، يبقى هكتب له كام؟ 10 لا 11 00 برافو 11 00 1. انا عند ار 2 يا محمد صح، عايز اوصل للعشرات. مين الهوب اللي بعدي؟ ار 1 الاي بي بتاعه. طب لو كنت عايز استخدم الاكزيت انترفيس هقول له ايه؟ 0 0 0 برافو اف 0 فاست 0 على 0. واضحه؟ تعالوا نقوم الشبكه دي كده. هسحب هنا ادي راوتر. تاني انا طبعا في جي ان اس ما متهيألي علمتكم بس ان انتوا تربطوه بجهاز الكمبيوتر الحقيقي بتاعي بس صح؟ ما علمتكوش قبل كده ازاي ان انتوا تربطوه بالفي ام وير، ما اشتغلناش على الفي ام وير قبل كده في الكورس صح؟ طيب هو عموما الفيرجن ده انا مش هحتاج فيه اصلا، مش هقدر اربطه بجهاز الكمبيوتر الحقيقي بتاعي الا بكارت واحد تمام؟ يا اما ان انا اشتغل بالفي ام وير، وطالما انا لسه ما اديتهوش ليكم بس حد يبقى يفكرني في اخر السمستر كده واحنا بنجمع اللابات دي كلها، حد يبقى يفكرني بس اوريكم ازاي بنعملها تمام. بس الفيرجنز الجديده من جي ان اس في هنا اوبشن اسمه فيرتشوال بي سي، عشان كده يا محمد لما سالتني على الفيس اصلا طب انهي فيرجن، قلت لك ابعد عن الفيرجنز القديمه. ليه؟ الفيرجنز القديمه الفيرجن اللي انتوا كنت بعتلي رقم وعايز تسطبه مش هتلاقي فيه فيرتشوال بي سي. الفيرتشوال بي سي ده حاجه فيرتشوال كده كانه جهاز كمبيوتر تمام. فهسحب هنا فيرتشوال بي سي 1 واسحب 3 هنا فيرتشوال بي سي تمام، وعايزه اوصل دول كلهم ببعض. احنا اتفقنا في ديفايس كمان انا محتاجاه عشان اوصل جهاز 2 بي سي 2 بي سي 3 بي سي 4، هحتاج ايه؟ سويتش ايثرنت سويتش تمام. نوصل دول بقى كلهم كده ببعض، كارت الايثرنت بتاعه هربطه فاست 0 على 0 فاست 0 على 1 فاست 0 على 0 فاست 0 على 1 باي بورت على السويتش، على السويتش بربطه باي بورت تمام. وبضغط هنا تاني علامه اللي هي البتاع اللي فوق دي، المثلث اللي فوق دي، ده معناها ايه؟ اني بشغل كل الديفايسز. كليك هنا يمين هقول له تاسك مانجر عشان اشوف البرفورمانس بتاعي. تمام نسر كده الانترفيسز ونقوم بقى كده الاجهزه كلها. ار 1 ار 2 هو مش عايز يكونكت على بي سي 1 كونسول. طيب بص يا شيخ، ساعات فعلا ده بيحصل ان هو مش بيرضى ان هو يكونكت على البي سي، نعمل ايه ساعتها؟ كليك يمين على البي سي ستوب ونرجع تاني نعمل له ستارت تمام، وارجع تاني اقول له كونسول دخل عادي اهو تمام. بي سي 2 عمل نفس المشكله مع بي سي 3، نعمله ايه؟ ستوب ستارت ونرجع نكونكت عليه اخر بي سي. تعالوا الاول نظبط
البي سي 8. احنا قلنا بي سي 1 انا عايزه ادي له اي بي كام 10.0.0 بي سي 1. بس يا شباب عشان ما تلخبطوش نفسكم اللي هو مقابل اي بي سي دي تمام. يبقى ايه ده؟ هيبقى بي سي 1 بي، بي سي 2 سي، بي سي 3 دي، بي سي 4. واضحه كده؟ يبقى بي سي 1 المفروض ادي له اي بي كام؟ 10.0.0 100. اللي السبنت ماسك بتاعه صح، لو ضغطت انتر هنا يبقى كده مش هيبقى له جيت واي. لكن لو عايز اديله جيت واي هقول له مسافه 10.0.0.1. دي الطريقه اللي بحط بيها اي بي على الفيرتشوال بي سي تمام. انتر بيتشيك دلوقتي ان كان في عندي دوبليكيت ادرس ولا لا، هيحصل دوبليكيشن ادرس ولا لا، كونفليكت يعني ولا لا، عشان اتاكد. شو اي بي ده الاي بي بتاعه اهو، سبنت ماسك اوفر 24، الجيت واي 10.0.0.1 وده الماك بتاعه تمام. تعالوا نعمل نفس الكلام على بي سي 2، هقول له اي بي كام بقى؟ 10.0.0. ايوه 100. اللي السبنت ماسك بتاعه صح، اللي الجيت واي بتاعها على R2 12.0.0.2. نفس الكلام على بي سي 3، اي بي 12.0.0. احنا اتفقنا على 101 صح، اللي الجيت واي بتاعه كام؟ 12.0.0.2. ونفس الكلام على بي سي 4، اي بي 12.0.0 كام بقى؟ 102. اللي السبنت ماسك صح، اللي الجيت واي 12.0.0.2 تمام. هيتشيك برضو على الدوبليكت ادرس كده، المفروض الاجهزه كلها واخده اي بيات. طيب نيجي بقى على الراوترز، هنزل تحت الانترفيس الاولاني فاست 0 على 0، اديله اي بي ادرس كام؟ 1. وبعد كده ما انساش اقول له نو شات داون، وانزل تحت الانترفيس الثاني اف 0 على 1، اي بي ادرس 11.0.0.1 ونو شات داون. يا عيني انتوا مش حرانين، الجو كده قوي، مروحة ما بتعملش حاجة. طب خمس دقايق بس يعني الجو يطر شوية. تمام على R2 انترفيس فاست 0 اوفر 1، اوفر 1 ده اللي هو مين؟ اللي الناحية دي. يبقى الاي بي بتاعه 12.0.0.2 ونو شات داون، والانترفيس الثاني فاست 0 على 0، الاي بي ادرس بتاعه 11.0.0.2 ونو شات داون تمام. لغايه دلوقتي ما عملناش اي حاجه جديده نهائي. اول امر جديد بقى هنشوفه مع بعض النهارده ان شاء الله، امر اسمه شو اي بي راوت. شو اي بي يا شباب؟ راوت. انتر. لقيت هنا دلوقتي بيقول لي ان اول اي بي انا شفته كام؟ 10.0.0، او ده سوري النتورك اللي انا شايفاه الاولانيه 10.0.0، والشبكه الثانيه اللي انا شايفاها 11، والاثنين شفتهم بحرف السي. لو جيت فوق كده بصيت على حرف السي، سي معناه ايه؟ ان الشبكه دي ايه؟ دايركت كونكتد. ان الشبكه دي ايه يا شباب؟ دايركت كونكتد تمام. طيب هو فعلا هنا بيقول لي ان الشبكه دي از دايركتلي كونكتد على مين؟ انا شايفاها من خلال مين؟ انترفيس فاست 0 على 0. ولو حبيت ان انا اوصل لشبكه ال11 هوصل لها عن طريق شبكه مين؟ فاست 0 على 1. معلومه بس هنت كده، وهبقى اسحب لكم حتى راوتر اي او اس جديد. انا شغال على الاي او اس ده شو فيرجن انتر، الفيرجن ده 15 او 12.4. لغايه فيرجن 12.4 منظر الراوتنج تيبل كان بيبقى بس زي بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده تمام. احنا كنا قلنا ان اخر فيرجن سيسكو عملته كام؟ اخر فيرجن في الاي او اس 13، ها
15 بوينت 4 لما قلنا تنط 13 و 14 عشان ارقام نحس صح. اخر حاجه سيسكو عملتها 15 بوينت 4 بصفه عامه ابتداء من فيرجن 15 بقى في الراوتنج تيبل بيصر النتورك ذات نفسها 10 0 0 0 بحرف السي والاي بي ذات نفسه 10 0 0 1 بيصر بحرف ال ال يعني ده اللوكال اي بي على الراوتر. تمام هبقى اسحب لكم اي اس فيرجن تاني وبوريها لكم ان شاء الله. تمام بس دي هنت كده على السريع عشان الناس اللي هتشتغل على اي او اس احدث هتلاقي حرف السي ده الشبكه ذات نفسها وهتلاقي ايه كمان يا جوجو حرف ال ال حرف ال يعني ايه دايركت كونكتد ده الاي بي ذات نفسه. حتى هتلاقي البرفكس بتاعه على 32 هنعرف المره الجايه ان شاء الله او اللي بعديها ايه 32 دي. تمام علشان كده لو جيت على بي سي 1 وقلت له بنجلي على الاي بي البعيد عني اللي هو 12 0 0 100 قام قايل لي ايه ديستنيشن قام قايل لي ايه يا شباب ديستنيشن هوست انريتشبل. ومين اللي رد عليا ديستنيشن هوست انريتشبل 10 0 0 1 الجيت واي بتاعي. تمام اتفقنا ده ليه ها ار 1 حتى هذه اللحظه ما عندوش اي راوت اي طريق يوصلني لشبكه ال 12. طب لو جيت على ار 1 عايزاه بقى اخليه يشوف شبكه ال 12 قلنا ايه هاجي في الكونفيجريشن مود واقول له اي بي راوت لو عايز اوصل لشبكه ال 12 اللي سبنت ماسك بتاعها بالمنظر ده ابعت الداتا ازاي. تعالوا نستخدم مره الاكزيت انترفيس ومره نستخدم النكست توب اي ادرس لغايه ما اعرف في اخر اليوم امتى ده وامتى ده. الاكزيت انترفيس هيبقى الرسمه معاكم ها اف 0 على كده واضحه الاكزيت انترفيس اللي هو مين اف 0 على 1 صح. طيب تعالى اتاكد شو اي بي راوت افريفاي شو اي بي راوت اللي بيوريني الراوتنج تيبل لقيت فعلا ان انا شفت شبكه مين ال 12 بحرف اس اس فوق معناه ان الشبكه دي انا شايفاها بطريقه ستاتيك. تمام وبيقول لي ايه ده بيقول لي ان الشبكه دي دايركت كونكتد. لا هي مش دايركتلي كونكتد ولا حاجه كل اللي فيها عشان انا استخدمت الاكزيت انترفيس والاكزيت انترفيس اللي هو اف 0 اوفر 1 لازق فيا فبيعتبرها ساعتها ان هي دايركت كونكتد لكن هي مش دايركت كونكتد ولا حاجه. تمام وعشان اوصل لشبكه ال 12 هطلع الداتا منين من انهي انترفيس بالظبط من اف 0 اوفر 1. الشبكه بتاعتي كده بينجبل لو جيت على بي سي 1 وقلت له بنج على 12 0 0 100 ده بدا يديني ايه تايم اوت صح. هي ريكوست تايم اوت ده لو على الجهاز الحقيقي يعني انما ده عشان فيرتشوال بس حاجه فيرتشوال فالمفروض يديني هنا ايه ريكوست جايب لي هنا تايم اوت. طب اعمل ايه عشان الشبكه بتاعتي تبقى بينجبل؟ كان المفروض فعلا اروح لار 2 واجي تحت الكونفيجريشن مود واقول له طبعا الاول قبل ما اروح للكونفيجريشن مود شو اي بي راوت هلاقي في هنا ايه شبكه 11 وشبكه 12 دول اللي انا شايفاهم بحرف السي. حرف السي يعني ايه ان الشبكات دي دايركت كونكتد. ناقصني هنا شبكه العشرات فاقول له اي بي راوت ان لو عايز اوصل لشبكه العشرات بالظبط سبنت ماسك بتاعها كذا هطلع الداتا. احنا مره استخدمنا الاكزيت انترفيس تعالوا نجرب المره دي النكست هوب اي بي ادرس. النكست هوب اي بي ادرس هيبقى في حالتي كام 11 بالظبط 001. تعالوا بقى نبنك كده من بي سي 1 كده الشبكه بتاعتي اهي بينجبل ابنج على التاني 101 ابنج على اللي بعديه. ليه وقع طالما سالت الشبكه بتاعتي كلها بينجبل. طب ليه في عندي بنجايه وقعت او اتنين وقعوا؟ قربت اهي الارض عشان اجيب الديستنيشن ماك الارض يا شباب. مش احنا كنا قلنا بعد كده ان شاء الله دايما في اي شبكه بنقومها شبكات الاثرنت هلاقي دايما اول بنجايه او اتنين يقعوا قلنا ساعتها ما تقلقوش ده عادي لغايه ما يجيب مين؟ الديستنيشن ماك. مع الوضع في الاعتبار ان دلوقتي
على بي سي 1 في الرسمة على بي سي 1 المفروض ان هو عشان يجيب الديستنيشن ماك. الديستنيشن ماك بتاع مين؟ بتاع جهاز بي. هيجيبه عن طريق بروتوكول ارب. طب هو الارب بيتم ايه؟ مش احنا كنا قلنا الارب ده عن طريق البروكاست؟ الراوتر بيعدي البروكاست؟ لا صح. علشان كده لغايه ما نعرف ليه قدام في السمستر الرابع بالتفصيل الممل باذن الله هلاقي ان الديستنيشن ماك دايما هو بتاع مين؟ ار 1 اللي في ناحيتي انا، سواء عايزه اوصل لجهاز بي او سي او دي. دايما جهاز ايه الاي بي بتاعه السورس اي بي 10001، الديستنيشن اللي انا عايزه اوصل له 12001 سوري السورس اي بي 10001، الديستنيشن اي بي 12001. طب السورس ماك بتاع الجهاز ايه؟ الديستنيشن ماك بتاع ار 1 مش بتاع جهاز بي. تمام. ادي ماك اللي في ناحيتي انا، لاني هجيبه عن طريق بروتوكول الارب والراوتر ما بيعديش البرودكاست. واضحه كده؟ حد وقع مني كده في حاجه لغايه دلوقتي؟ تمام كده الشبكه بتاعتي بقت بينجابل. طيب اقول لكم استريحوا 5 دقايق وبعد كده نرجع نكمل. استريحوا شويه يلا نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. التوبيك اللي هناخده بقى دلوقتي ديفولت راوت. ايه بقى حوار ديفولت راوت ده؟ ايه حوار ديفولت راوت ده؟ سي دلوقتي ان ار 2 بدات الشبكه بتاعته تكبر شويه، بمعنى ظهر عليه انترفيس بيربطني بشبكه ثانيه، ظهر عليه انترفيس بيربطني بشبكه ثالثه، ظهر عليه انترفيس بيربطني بشبكه رابعه، بمعنى ظهر عندي شبكه هنا 13 اوفر 24، ظهر عليه شبكه ال 14 اوفر 24، ظهر عليه شبكه 15 اوفر 24. معنى كده ان دلوقتي ار 1 عشان يقدر يوصل للشبكات الباقيه دي اللي هي شبكه 13 و14 و15 اللي لسه ظاهرين جداد، محتاجه اعمل عليه ايه؟ راوتنج. بالظبط كده، ستاتيك راوتنج اللي احنا اخدناه يعني لغايه دلوقتي ستاتيك راوتنج. يعني هاجي على ار 1 واقول له خد بالك لو عايز توصل لشبكه ال 13 اطلع من خلال اف 0 اوفر 1 او النكست هوب اللي هو 11002، لو عايز توصل لشبكه ال 14 اطلع من كذا، لو عايز توصل لشبكه ال 15 اطلع من كذا. ده ايه وجع القلب ده؟ وانا كل ما يظهر عندي شبكه جديده المفروض ان ار 1 اصلا بيتعمل من جوه وهو قاعد في السي اللي هو اتعمل عليه خلاص بس هو بس الشبكه مين؟ بس الشبكه مين؟ لا هو ثانيه واحده، هو ماشي اتعمل عليه راوتنج تيبل بالنسبه لجهاز بي بس لشبكه ال 12. يعني حتى هذه اللحظه ار 1 يقدر يوصل لمين في الراوتنج تيبل؟ شبكه ال 12 ان جنرال، سواء 12.0.0.100.101.102 اي كاس تبع شبكه ال 12. تمام؟ انما في الراوتنج تيبل في الراوتنج تيبل بتاع ار 1 الثاني؟ الثاني ان انا المفروض احط ال 13 و 15 في الراوتنج تيبل بتاع ايوه بالظبط، لان زي ما انت قلت كده لو جيت دلوقتي على ار 1 وقلت له شو اي بي راوت، انا شفت ايه في الراوتنج تيبل دلوقتي؟ شبكه ال 12 بس، انا لا شايفه لا 13 ولا 14 ولا 15. طب بالنسبه للمره على فكره على ار 2 لو قلت له هنا شو اي بي راوت، انا كنت عملت عليه ستاتيك راوت بيشاور على شبكه مين؟ العشرات بحرف الاس. ايه الرقمين دول؟ مش وقتهم دلوقتي، هناخدهم بالتفصيل على المره الجايه باذن الله، او على المره الجايه ان شاء الله. تمام. فيا مين؟ 11001. برمي على مين؟ على اللي بعدي، اللي بعدي اللي هو 11001 وهو يتصرف. تمام. انما لغايه دلوقتي ار 1 لا قادر يوصل لل 13 ولا ال 14 ولا ال 15، مش موجودين في الراوتنج تيبل. طب بعد ما اعمل لهم بيلد، بعد ما اقومهم، محتاجه دلوقتي فعلا اجي على ار 1 واقول له خد بالك في شبكه اسمها شبكه 13 ظهرت، اطلع لها من خلال اف 0 اوفر 1. في شبكه اسمها شبكه 14 ظهرت، اطلع لها من خلال اف 0 اوفر 1. في شبكه اسمها شبكه 15 ظهرت، اطلع لها من خلال اف 0 اوفر 1. ايه ده؟ وانا كل ما يظهر عندي نتورك في الشبكه بتاعتي اعمل لها راوتنج تيبل او اعمل لها انتري جوه الراوتنج تيبل. افرض دلوقتي ان ار 1 ده الراوتر بتاع الكاستمر وده الراوتر بتاع الاي اس بي تي داتا مثلا، لينك اتصالات، اي راوتر من بتوع الاي اس بي. الراوتر بتاعي انا في البيت اللي هو الراوتر بتاع الكاستمر، الراوتر بتاعي في البيت، تعتقدوا حته العلبه البيضاء اللي عندكم في البيت دي عليها راوتنج تيبل بيشاور على كل الراوتس اللي موجوده على مستوى العالم؟
ده مش هيستحمل، ده انت لو خبطتها في الحيطه اصلا هتنزل 100 حته صح، مش هيستحمل. الميموريز او الريسورسز بتاعته اساسا تعبانه جدا، مش هيستحمل راوتينج تيبل بتاع الانترنت بالكامل. ورغم كده انت بتقدر توصل لكل حته على مستوى العالم، ياهو بتوصل، جوجل بتوصل، فيسبوك بتوصل صح. علشان كده فكر قال لك ايه، طب ما انا بدل دلوقتي ما اجي على ار 1 واخليه يشوف شبكه ال 13 لوحده وال 14 لوحده وال 15 لوحده، طب ما انا اعمل عليه حاجه بنسميها ديفولت راوت. اعمل عليه حاجه اسمها ايه؟ ديفولت راوت. ايه الديفولت راوت ده بقى؟ انا هرمي على اللي بعدي، مين اللي بعدي؟ ار 2، وار 2 يتصرف بقى. هرمي على ايه؟ على اللي بعدي اللي هو ار 2، وار 2 يتصرف. هيتصرف ازاي؟ هو اللي هيبعتني بقى على بقيه الشبكات. اذا هو شايف ال 13 وال 14 وال 15 في الحاله دي في السيناريو اللي قدامكم ده، هيشوف. ليه؟ لان ال 13 وال 14 وال 15 مجرد ما اعمل لهم بيلد اصلا على ار 2، ار 2 هيشوفهم دايركت كونكتد، وطالما شافهم دايركت كونكتد هيسهروا في الراوتنج تيبل. مجرد ما احط لهم اي بي هات ونو شت داون على طول هيسهروا كدايركت كونكتد جوه الراوتنج تيبل بتاعه. تمام؟ يبقى تاني كده حتى هذه اللحظه، ار 1 في الراوتنج تيبل بتاعه شايف ايه؟ شايف ان في شبكه اسمها شبكه 10 دايركت كونكتد، وشايف ان في شبكه اسمها شبكه 11 دايركت كونكتد، وانا بنفسي خليته شبه شبكه ال 12 بطريقه ستاتيك. انا مش عايزه اقابل ده اكتر من كده، فعلشان كده هخليه يشوف بقيه الشبكات كديفولت راوت، يعني يرمي على اللي بعده واللي بعده هو بقى اللي يتصرف. والله ار 2 لو كان شايف الشبكات دي هيرد عليا ويقول لي الشبكه بينجبل، لو مش شايفها ار 2 برضه هو اللي يرد عليا يقول لي ان الشبكه مش قادره اوصلك ليها. وساعتها بيصل في الراوتنج تيبل ازاي؟ بصفور. هي حاجه غريبه كده شويه من سيسكو. لو انا عايزه اوصل لاي مكان اللي السبنت ماسك بتاعه اي حاجه بيصل ازاي؟ صفار. الاصفار دي اي نتورك، الاصفار دي اي سبنت ماسك. يبقى تاني هنا العشرات هيصر في الراوتنج تيبل بحرف السي، ال 12 اس صح، الديفولت راوت هيصر بحرف اس ستور. ديفولت راوت هيصر بحرف ايه يا شباب؟ ها؟ ديفولت راوت، ستاتيك ديفولت راوت، لان في انواع تانية من الديفولت راوت هنبقى نشوف قدام كده باذن الله. تمام؟ نعمل الكلام ده بقى ازاي؟ ولا اهيف من كده. هاجي على ار 1 في الكونفيجريشن مود واقول له اي بي راوت. هو انا عايز اوصل لمين؟ بقيه الشبكات كلها. بقيه الشبكات كلها يعني في لغه سيسكو 4، اللي السبنت ماسك بتاعها 4. اطلع ازاي؟ نفس الكلام، يا اما من الاكزيت انترفيس يا اما من النكست توب اي بي ادرس. مين الاكزيت انترفيس؟ مين الاكزيت انترفيس يا شباب؟ فاست زيرو ها على 1، او النكست توب اي بي ادرس اللي هو كام؟ 11002. تمام؟ تعال نجربها مثلا فاست زيرو على 1. تمام؟ اعمل الكلام ده، او تعالى الاول نخليها 11002 لغاية ما نشوف ايه الفرق ما بين ده وايه الفرق ما بين ده، ونشوف انهي ريكومندد اكتر. تمام؟ نعمل بقى الكلام ده، بس الاول قبل ما اعمل الكلام ده، انا ار 2 عايزه دلوقتي ابلد عليه شبكة ال 13 وال 14 وال 15. هو الراوتر اللي انا شغال عليه ده باي ديفولت عليه كام انترفيس؟ ار 2 لو جيت اوصل عليه انترفيس كمان، ايه ده؟ ده الموديل اللي انا شغال عليه ده عليه باي ديفولت 2 انترفيس، فاست 0 على 0 فاست 0 على 1 صح؟ طب انا دلوقتي محتاجه يظهر عليه انترفيسز كمان عشان شبكه ال 13 وال 14 وال 15. عندي حلين. الحل الاولاني ان انا ابدا اوصل عليه موديول. فاكرين الموديول؟ ها؟ فاكرين الموديول يا شباب؟ موديول احطه في مكانه. الموديول ده نوع ايه؟ ممكن يكون وكايه سيريال انترفيسز كلها، ممكن يكون وكايه فيها انترفيسز فاست ايثرنت او جيج ايثرنت، وات ايفر. دي طريقه. تمام؟ بس انا عن نفسي مش بفضل الطريقه دي. ليه؟ علشان دلوقتي اوصل انترفيس هنا مثلا على الشبكه دي، زي مثلا الانترفيس اللي فوق ده فاست 0 او فاست 1 على 1، فاست 1 على 1 مثلا. تمام؟ لازم فاست 1 على 1 عشان حالته تبقى اب، حتى لو نزلت تحت الانترفيس قلت له اي بي ونو شت داون، ماست الانترفيس اساسا يكون كونكتد بحاجه، كونكتد بسويتش،
كونكت البي بي سي عشان حالته تبقى اب، عشان حالته تبقى ايه اب، تمام. طب اصل لو حالته مش اب سي مثلا داون داون او 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 اب داون، ساعتها مش هيسر جوه الراوتينج تيبل. احنا لسه قايلين انهي شبكات دايركت كونكتد اللي بتسر جوه الراوتينج تيبل اللي حالتها اب، تمام. عشان كده هما فكروا قالوا ايه، طيب في انترفيس ممكن ان انا اوصلها على الراوتر اسمها لوب باك انترفيس. اسمه ايه يا شباب؟ لوب باك انترفيس. ايه اللوب باك انترفيس ده؟ فاكرين اللوب باك انترفيس على موقع على 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 اسمه ايه ده، على مايكروسوفت، الانترفيس الوهمي على مايكروسوفت، عملناه مع بعض ولا لا؟ ما عملناهوش. طيب هي عموما كده بوريها لكم ان شاء الله. دي انترفيسز وهميه بعملها على موقع مايكروسوفت، بعملها سوري على على الاوبريتنج سيستم بتاع مايكروسوفت. انا مش عامله هنا ولا واحد. لو حبيت ان انا اعمل انترفيس وهمي على موقع على على الويندوز بتاعي، بكليك يمين على ماي كمبيوتر مانج، وباجي تحت ديفايس مانجر، اسم الجهاز بتاعي عبير بي سي، هكليك هنا يمين واقول له اد ليجاسي هاردوير، ضيف لي هاردوير ليجاسي. ليجاسي يعني تراثي قديم. نيكست. لو انا قلت له دلوقتي ضيف لي كارت، ممكن اقول له سيرش فور اند انستول اوتوماتيكالي. يعني انا كده بقول يا ويندوز انت دور اصلا على مين، انت دور على ايه، على الكارت الوهمي ده. هيلاقيه مش هيلاقيه، لان انا ما حطيتش حاجه، ده كارت وهمي. فعشان كده انا هقول له لا انستول فروم ليست، انستول فروم ليست، انستول فروم ليست. ليه؟ لان انا المفروض اللي انا هدور عليه من ليست واجيبه، لان تاني لو سبت الويندوز هو اللي دور عليه مش هيلاقيه. فهقول له انستول ذا هاردوير ذات اي مانيوالي سيلكت فروم ليست. نيكست. انا عايز اضيف دلوقتي ايه، كارت شبكه، نتورك ادابتر. نيكست. هيظهر قدامي دلوقتي لسته بكل الكروت الوهميه اللي انا ممكن اقدر اعملها. الكارت اللي انا عايزاه تبع مايكروسوفت واسمه لوب باك ادابتر. اسمه ايه؟ مايكروسوفت تيست لوب باك ادابتر، تمام. واقول له نيكست. نيكست. فينش. تمام. لو جيت هنا على كروت الشبكه بتاعتي تشينج ادابتر سيتنجز، شغال لسه ولا فصل عندكم؟ شغال. تمام. اه شغال اهو صح. الكارت الوهمي اللي انا هضيفته اهو اسمه لوب باك، تمام. بي ايدنتيفاي. ايدنتيفاي يعني ايه؟ يعني عمال يدور على دي اتش سي بي ياخد منه اي بي. الجهاز بتاعي اللاب دلوقتي متوصل على الشبكه قدامكم، ومتوصل بالراوتر بتاعنا اللي بره، والراوتر بتاعنا اللي بره شغال دي اتش سي بي سيرفر. ورغم كده الكارت الوهمي ده مش هيقدر ان هو يطلع بره الشبكه، ومش هيقدر ياخد اي بي، وبالتالي اخد اي بي منين؟ من الابيبه. ما قدرش يوصل للدي اتش سي بي سيرفر ياخد منه اي بي، رغم ان اللاب بتاعي دلوقتي متوصل فعلا على الشبكه. يبقى الفكره دلوقتي ان اللوب باك بتاع مايكروسوفت ده عباره عن حاجه كده بنستخدمها في تيست، بنستخدمها في حاجات تعليميه، ساعات بحتاجها في حاجات تعليميه لما اربطه بالفي ام وير ولا حاجه. الفكره تاني ان الكارت الوهمي على مايكروسوفت ما بيقدرش ان هو يطلع بره الشبكه، ولا بيقدر يذيع نفسه، ولا اقدر اتعامل معاه كانه كارت حقيقي. لكن الكارت الوهمي على سيسكو حاجه تانيه خالص. الكارت الوهمي على سيسكو ساعتها بقدر ان انا اشغله، اقدر ان انا اكريت الانترفيس ده واذيعه في الشبكه والناس تقدر توصل له. ده مش عشان الجي ان اس ولا باك تريسر، لا ده في الحقيقه فعلا. لو جيت على اي راوتر كريت عليه انترفيس لوب باك وزعته تحت الشبكه، بقيه الراوترز وبقيه الاجهزه كلها تقدر تبنج عليه وتقدر توصل له. بنستخدمه في ايه؟ حتى هذه اللحظه هنستخدمه كتست، لكن بعد كده هنكتشف ان ليه استخدامات مهمه جدا 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 فوق ما تتخيلها، تمام. فبدل ما اجي على ار اتنين اوصل عليه بقى انترفيسز واحط عليه موديول واوصل الموديول مش عارفه باجهزه كمبيوتر وراه عشان يبقى حالته اب وابدا ازيعه، طب ما انا بدل ما اعمل الهيصه دي كلها، ما اجي على ار اتنين واكريت عليه ثلاثه لوب باك انترفيس، ثلاثه انترفيس وهمي وازيع عليهم الاي بيهات بتاعتي، تمام. اعمل الانترفيس الوهمي ده ازاي؟ هاجي على ار اتنين. هو انا الاول كنت بحط اي بي على الانترفيس ازاي يا شباب؟ كنت بحط اي بي على الانترفيس ازاي؟
كنت بنزل تحت الانترفيس وبقول له اي بي ادرس صح، هاجي هنا اقول له انترفيس لوب بيك، انا عايزه كاريت انترفيس لوب بيك. بصوا كده، بصوا من حقي ان انا اعمل كام انترفيس لوب بيك؟ الرقم الضخم ده رقم ضخم جدا. ده انا عايزه اقول لكم ان انا حتى لو حاولت ان انا اكاريت 10 الرقم ده من الانترفيسز، الميموري بتاعت الراوتر اساسا هتخلص قبل ما افكر ان انا اوصل ل 10 الرقم ده. تمام؟ امال ليه سيسكو مدياني الرقم الضخم قوي قوي ده؟ عشان يبقى فيه بس فليكسيبيليتي في اختيار الرقم. اللي عايز يسميه انترفيس لوب باك 0، اللي عايز يسميه انترفيس لوب باك 1، عايز يسميه انترفيس لوب باك مليون، كل واحد يحطه بالاسم اللي هو عايزه. تمام؟ انا عن نفسي دايما عشان بحب اربط الحاجات ببعضيها، فانا هسمي الانترفيسز دلوقتي انترفيس لوب باك 13، انترفيس لوب باك 14، انترفيس لوب باك 15. مش شرط، مش ماست، بس انا عشان بس بحب ان انا اربط الحاجات ببعضها مش اكتر. تمام؟ ممكن اسميه انترفيس لوب باك 0، انترفيس لوب باك 1، انترفيس لوب باك 2. مجرد ما هقول له انترفيس لوب باك 13 انتر، على طول هيطلع لي سيس لوج يقول لي ان حاله الانترفيس ده بقت اب 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 في الستيتس اب والبروتوكول اب. ودي ميزه في اللوب باك. يعني ايه ميزه اللوب باك؟ ان هو دايما حالته اب اب في الستيتس وفي البروتوكول، وبالتالي هيظهر في الراوتينج تيبل مجرد ما احط له اي بي ولا لا. صح؟ الا اذا انا كادمن اللي دخلت تحت الانترفيس اللوب باك وقلت له شوت داون، يبقى ميزه كمان في الانترفيس اللوب باك ان هو دايما حالته ايه؟ اب اب، الا اذا انا دخلت تحتيه وقلت له شوت داون. على عكس الانترفيس الحقيقي، لو شلت الكابل حالته هتقع، لو الكابل اتشال اصلا من الانترفيس هيقع، وبالتالي هيتمسح من الراوتينج تيبل. صح؟ وادي له هنا اي دي ادرس عادي جدا، اي دي ادرس هدي له مثلا 1300 رقم الراوتر، محدش يقول لي هنا زيرو، زيرو الاخرانيه دي يعني معناها النتورك اي دي، ما ينفعش ادي للجهاز بتاعي او الراوتر بتاعي او الاي بي في الشبكه. صح؟ اللي سميت ماسك كذا. تعالوا نكريت واحد كمان، انترفيس لوب باك 14 والاي بي بتاعه 14002، انترفيس لوب باك 15 والاي بي بتاعه 15002. تمام؟ نتاكد كده من شغلنا. شو اي بي انترفيس بريف، ظهر فعلا عندي هنا لوب باك 13 14 15، واي بيهاتهم 13 2 14 2 15 2. وطالما ظاهرين عندي اصلا في شو اي بي انترفيس بريف وحالتهم اب، لو قلت له شو اي بي راوت بالظبط كده هيظهروا فعلا دايركت كونكتد. ادي 13 14 15، وكلهم ظاهرين دايركت كونكتد من خلال مين؟ اللوب باك انترفيس. تمام؟ لكن حتى هذه اللحظه ار 1 شايفهم في الراوتنج تيبل؟ لا، انا ما جيتش على ار 1 وقلت له روح شوفهم. يبقى قدامي حاجه من الاثنين، يا اما اجي على ار 1 واعمل لهم بيلد الثلاثه بطريقه ستاتيك، يا اما اعمل ايه؟ ديفولت راوت. بالظبط، اعمل على الديفولت راوت يرمي على اللي بعده، واللي بعده هو اللي يشوفه. طبعا حتى هذه اللحظه لو جيت من بي سي 1 ابنج على 13002، قال لي ديستنيشن انريتشبل. مين اللي رد عليا ديستنيشن انريتشبل؟ عشرات واحد، ده الجيت واي بتاعي. صح؟ تعالوا بقى نيجي كده على ار 1 واقول له في الكونفجريشن مود اي بي راوت، لو عايز اوصل لاي حد اللي السبنت ماسك بتاعه، اي حد، اطلع الداتا منين؟ من نيكست هوب مثلا اللي هو 11000 نيكست هوب 2. صح؟ لو جيت اشوف الراوتنج تيبل شو اي بي راوت، ظهر عندي فعلا هنا تحت اس ستار. ستار معناها لو بصيت في الستار دي معناها ايه؟ كانديديت راوت، يعني من الاخر ديفولت راوت، كانديديت ديفولت. تمام؟ تاني. حاضر. انا جيت دلوقتي بتاعت اللوب باك ولا بتاعت الديفولت راوت؟ طيب انا كل اللي عملته دلوقتي ار 1 شايف ال 13 او ال 14 او ال 15 في الراوتنج تيبل؟ شايفهم؟ لا. فبدل ما انا دلوقتي اجي على ار 1 وابدا اقول له لو عايز توصل لل 13 امشي من خلال اف 0 اوفر 1، لو عايز توصل لل 14، لو عايز توصل لل 15، انا كده اولا بكبر حجم الراوتنج تيبل بتاعي، ثانيا انا بعمل لود على نفسي. تمام؟ انا لود عليا انا كادمن ان كل ما يظهر عندي شبكه اعمل عليها ديفولت راوت، او اعمل عليها سوري ستاتيك راوت عشان اوصل لها. بالعقل كده، الراوتر اللي عندك في البيت عليه
راوتس لكل المواقع اللي موجوده على او لكل النتورك اللي موجوده على وسائل الانترنت؟ لا، ده هو كل اللي موجود عليه ديفولت راوت، بيرمي على الراوتر بتاع الاي اس بي، والاي اس بي مع نفسه بقى هو اللي يتصرف، ماليش دعوه بقى باللي بيحصل عند الاي اس بي. ده اساسا الراوتر المودم اللي عندنا في البيت ده مش هيستحمل الريسورسز بتاعته، مش هتستحمل ان يبقى عليه راوتنج تيبل بكل الراوتس اللي موجوده على مستوى العالم. تمام، الديفولت راوت بيتبني ازاي؟ هاجي على ار 1 واقول له لو عايز توصل اي بي راوت، لو عايز توصل لاي حد، اللي سبنت ماسك بتاعه اي حد، ارمي على اللي بعدك. مين اللي بعدك؟ 11.0.0.2 او الاكزيت انترفيس اف 0.1. تمام، لما جيت دلوقتي قلت له شو اي بي راوت، ظهر عندي 13 او 14 او 15، لا صح، بس عندي هنا ايه؟ ها عندي هنا ايه؟ ديفولت راوت بيرمي على مين؟ فيا مين؟ 11.0.0.2 صح. تعالوا تست بقى كده، لو جيت من بي سي 1 ابنج على 13.0.0.2 بينجبل ولا لا؟ رغم انها مش ظاهره عندي في الراوتنج تيبل. طب لو جيت ابنج على 14 بينجبل، لو جيت ابنج على 15 13 و14 و15 الشبكات دي كلها بينجبل رغم ان هم مش ظاهرين عندي في الراوتنج تيبل. طب لو جيت ابنج على 16، هي 16 ليها وجود؟ ملهاش وجود. بس خدوا بالكم مين اللي رد عليا وقال لي ان الشبكه دي مش موجوده؟ ار 2، لان احنا اتفقنا بالظبط. ايوه، لان احنا اتفقنا فعلا الديفولت راوت معناه ايه؟ انا هرمي على اللي بعدي واللي بعدي يتصرف. فار 2 دلوقتي في الراوتنج تيبل بتاعه مش شايف ال 16، فار 2 هو اللي رد عليا وقال لي سوري ال 16 اللي انت عايزه توصلي لها ان ريتشبل بالنسبه لي. ها، حد وقع مني كده في حاجه؟ طيب تعالوا كده نبص تاني كده على الراوتنج تيبل هنا بتاع ار 1، الراوتنج تيبل القديم قبل ما اعمل ديفولت راوت. كان في سطر هنا كده في النص بيقول لي جيت واي اوف لاست ريزورت از نوت سيت. لاست ريزورت معناها الملاذ الاخير، كترجمه معناها الملاذ الاخير. تمام، طب بعد ما بعمل الديفولت راوت تحت كده لقيته بيقول لي جيت واي اوف لاست ريزورت از 11.0.0.2 تو نتورك اي حد. يعني من الاخر بيقول لي ايه؟ الملاذ الاخير ليك عشان توصلي لاي نتورك ما هياش موجوده عندك في الراوتنج تيبل، ارمي على مين؟ 11.0.0.2 عشان يوصلك لاي حد. الراوتر بالظبط طريقه تفكيره ازاي؟ بيبص في الراوتنج تيبل على الراوتس الاول، لو ما لقاش النتورك اللي هو عايز يوصل لها يبص ان كان في عنده ديفولت راوت ولا لا. بمعنى دلوقتي ار 1 عايز يوصل لشبكه ال 12، هيرمي على الديفولت راوت؟ لا، هو هيبص الاول على الشبكات عنده ال 12، اه هيبعت لها الداتا موجوده عنده. مش هيبص على الديفولت راوت الا لما يبص الاول في الراوتنج تيبل ويلاقي الراوت اللي هو عايز يوصل لها مش موجوده. تمام، كان في ناس بتقول لي طب ثانيه واحده، مش انت لسه قايله ان المفروض بقيه الشبكات يبقى عندها راوت باك عشان يوصل للعشرات؟ اه صح، بس في حاجه، اللاب ده انا بنيه على اللاب اللي احنا واخدينه قبل البريك، يعني اوريدي 13 و14 و15 هيرموا على ار 2 وار 2 اوريدي عنده راوت باك لشبكه العشرات، انا بعمل له بيلد على اللاب القديم، ده مش جديد. واضحه كده؟ الديفولت راوت حلو جدا ولا لا؟ وده اكتر حاجه مستخدمه عند الهوم يوزرز. بمعنى احنا دلوقتي كلنا عندنا في البيت الدي اس ال مودم، ده انا لسه بقول لكم امكانياته تعبانه، ما عندوش يعني ما فيش عنده ريسورسز كفايه ميموري وبروسيسور ان يبقى عنده راوتنج تيبل يشاور على كل الراوتس اللي موجوده على مستوى العالم. كل اللي موجود عليه بيبقى ايه؟ ديفولت راوت بيرمي على الاي اس بي، والاي اس بي بقى مع نفسه هو اللي يتصرف. عايزاكم تروحوا كده تدخلوا على الصفحه بتاعت الكونفيجريشن بتاعت الدي اس ال مودم عندكم، دعبسوا كده فيها شويه مش هتلاقوا عليها اي حاجه غير مين؟ ديفولت راوت بس. الجيت واي بتاعك كام؟ هات لي الجيت واي بتاعك. تمام، وافتح صفحه براوزر من الاي بي، هتعرفه من الاي. تمام، وهتفتح صفحه براوزر وتكتب الاي بي بتاع الجيت واي، انتر، هيطلب منك يوزر نيم وباسورد الديفولت بقى لو او انت كنت مغيرهم مش عارفه. هتكتب اليوزر نيم والباسورد انتر، دعبس كده شويه، تختلف بقى من دي اس ال مودم للتاني، دعبس لغايه ما تلاقي حاجه اسمها وين، ادخل عليها هتلاقي ان كل اللي موجود عندك. لا خد بالك من حاجه، الدي اس ال مودمز اللي موجوده دلوقتي كلها في السوق بتبقى جايه كونفيجرابل اساسا، انت ما بتعملش حاجه. لا اصل انا مثلا الباسورد بتاع تخش رقم زي ما بيقولوا
تمام صح دلوقتي تمام تمام نخش مكتب اليوزر نيم والباسورد صح ونخش بقى الباسورد تمام من هو ده من الصفحه دي فعلا ده بس في حاجه اسمها وين اصل هي بقى بتفرق من نوع دي اس ال مودم لنوع تاني مش حاجه ثابته فده بس كده لغايه ما تلاقي حاجه اسمها وين هتلاقي في النهايه في ديفولت راوت موجود عندك هتلاقي شكله عامل ازاي 0 0 0 0 على 0 تمام انت مش هتعمل له كونفيجريشن زي ما قلت لك الدي اس ال مودمز اساسا كلها جايه لي اساسا كونفيجربل تمام انما سيسكو احنا متفقين ان كل حاجه انا اللي بعمل لها بيلد بايدي الديفولت راوت حلو جدا ولا لا ايش هي ديفولت راوت ممتاز جدا جدا ولا بس في مشكله في مصيبه جامده جدا جدا في ال الديفولت راوت لسه قايلين ان هو اكتر من رائع وفر عليا جامد جدا في الكونفيجريشن بس في نفس الوقت انا لو ما ظبطتوش صح ممكن يحصل عندي مصيبه جامده جدا في الشبكه ايه هي لو انا جيت دلوقتي استغبيت وجيت على ار 1 تحت الكونفيجريشن مود وقلت له اي بي راوت لو عايز اوصل لاي حد اللي صمت ماسك بتاعه اي حاجه تمام فيا مين هرمي على مين زي مثلا هطلع الداتا من فاست 0 على 1 يبقى معنى كده ان هبعتها على ار 2 وجمه الغباء بقى انا اجي على فيك اقول له اي بي راوت اجي على ار 2 واقول له اي بي راوت اني لو عايز اوصل لاي حد اللي صمت ماسك بتاعه اي حد هرمي الداتا على اف 0 اوفر 0 ايه اللي هيحصل سي دلوقتي ان جهاز ايه عايز يبعت داتا لشبكه ال 13 ال 13 موجود عندي صح جهاز ايه هيبعت الداتا على ار 1 ار 1 في الراوتنج تيبل مش شايف ال 13 بس عنده ايه ديفولت راوت الديفولت راوت بيقول له ايه ارمي على ار 2 ار 2 شايف ال 13 في الراوتنج تيبل ده دايركت كونكت هيبعت الداتا لشبكه ال 13 وال 13 فروت وانتهينا لكن بصوا بقى دلوقتي لو ار 2 مثلا بالظبط كده لو انا جيت دلوقتي على ار على جهاز ايه وقلت له بينج مسافه على 16002 هي انا عندي دلوقتي على ار 2 ايه 16 ده انا عندي 13 و14 و15 ما عنديش 16 فاللي هيحصل انه هيرمي الداتا على ار 1 ار 1 ما عندوش 16 هيرميها على مين ار 2 ار 2 ما عندوش 16 بس انا قايله له ايه لو في شبكه مش موجوده عندك اعمل فيها ايه ارميها وار 1 قايله له وار 2 قايله له بالظبط حصل هنا مصيبه سودا كده بنسميها راوتنج لوب حصل عندي ايه يا شباب راوتنج لوب تمام الداتا هتفضل رايحه جايه الى ما لا نهايه لا هم حاولوا يحلوها الى حد ما ازاي فاكرين لما كنا بنبنج من اي كاز وكان بيديني هنا قيمه اسمها تي تي ال تمام هي طبعا عشان ده حاجه مش طبيعيه فمديني بس البنج هنا او تي تي ال هي راح فين لا تي تي ال اهو تمام ايه تي تي ال ده تي تي ال اختصار تايم تو ليف اختصار ايه يا شباب تايم تو ليف ايه تايم تو ليف هو مش تايم ولا حاجه بس دي قيمه بتتمثل في 8 بت 8 بت يعني قد ايه 256 فبيبدا من 256 تعالوا بقى كده معايا كده الداتا جت من جهاز ايه عايزه توصل لجهاز بي مثلا على سبيل المثال اول ما وصلت لار 1 قمت تي تي ال عنده 256 توصل لار 2 تي تي ال بقت بكام 255 الداتا وصلت لجهاز بي وار 2 رد على ار 1 فالتي تي ال هتوصل ل 254 فعلا اهو لما جيت ابنج على اي جهاز قدرت اوصل له التي تي ال عندي بكام 254 لكن افرض ان حصل عندي لوب التي تي ال هنا بقت بكام 254 توصل هنا 253 توصل هنا 252 251 250 تفضل تقل 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 لغايه ما توصل لكام للزيرو اول ما توصل للزيرو الداتا دي او الباكت دي هتضرب يبقى التي تي ال ده عباره عن ايه عدد الهوبس اللي بنط عليها عشان اوصل للديستنيشن تمام او بمعنى ادق 256 ماينس عدد الهوبس اللي انا نطيت عليها عشان اوصل من السورس للديستنيشن لازمتها ايه ان لو حصل عندي راوتنج لوب اساسا كان دي غلطه كبيره جدا ان انا اقع فيها انا ما ينفعش ان انا اعمل ديفولت راوت يرمي من ار 1 لار 2 وارجع تاني استغبى اعمل ديفولت راوت من ار 2 يرمي على ار 1
ده غلط، هيتسبب عندي على طول في ايه؟ في لوب. لكن لو حصل وانا اتسببت في مشكله كبيره زي دي، التي تي ال بعد فتره كده هتوقع لي الباكت. بعد قد ايه؟ عدد ثواني مثلا، ممكن 10 ثواني 15 ثانيه حاجه زي كده. الداتا هتفضل رايحه جايه الى لغايه ما توصل التي تي ال بكام؟ بزيرو. اول ما توصل بزيرو تضرب. تمام؟ امال الديفولت راوت ده اظبطه ازاي؟ قال لي لا لا لا، ما ينفعش العك اللي انا بعمله ده. سي دلوقتي ان ار 2 هنا كونكتد بار 3. لو انا دلوقتي عايزه اعمل ديفولت راوت، سي مثلا من ار 1 هعمل ديفولت راوت يرمي على ار 2، ومن ار 2 هعمل عليه ديفولت راوت يرمي على ار 3. طب والعكس؟ اوعى تعملي ديفولت راوت. طب ما هو ار 3 محتاج يشوف شبكه ال 12 وال 10 وال 11 وال 10، اي طريقه ثانيه الا الديفولت راوت. ستاتيك مثلا ده اللي احنا اخدناه النهارده، يبقى ار 2 عشان يوصل لل 12 او ال 11 او ال 10 تعمل عليه ايه؟ ستاتيك راوت يوصل لده، ستاتيك راوت يوصل لده، ستاتيك راوت يوصل لده. اوعى تعملي ديفولت راوت في اتجاه من راوتر لراوتر، وتيجي على الراوتر الثاني تعمل عليه ديفولت راوت في اتجاه العكسي. اوعى تعمل حاجه زي دي، لوب على طول. واضحة كده؟ هيك هيك. تمام؟ طيب. سي دلوقتي ان ار 3 عنده شبكة 16. هو ده اللي عنده شبكة 16. عايز اخلي الشبكة دي بينجبل، اعمل ايه يا شباب؟ ها؟ سي مثلا من ار 1 هعمل عليه ديفولت راوت يرمي على ار 2. ار 2 عشان يقدر يوصل لشبكة ال 16 اللي تحت دي، حاجه من الاثنين، يا تعمل عليه ديفولت راوت يرمي على ار 3 وار 3 يتصرف. ار 3 في الحاله دي هيتصرف؟ اه، هو شايفها دايركت كونكتد. او من ار 2 تعمل عليه ستاتيك راوت يوصل لل 16. المهم ان ار 2 هو كمان عشان يقدر يرد عليا على ار 1 ويقول له الشبكه دي اقدر اوصل لها، لازم تكون موجوده عنده في الراوتنج تيبل. يا اما بديفولت راوت يرمي على ار 3، يا اما تعملها له ستاتيك راوت برضه هيرمي على ار 3. المهم ان كل الشبكات اللي قدامكم دي لازم تكون موجوده في الراوتنج تيبل بتاع كل راوتر منهم، يا اما موجوده ان ديتيلز يا اما موجوده ديفولت راوت. واضحه؟ تمام. طيب، من شويه كده كنت قلت لكم وانا بعمل الديفولت راوت او الاستاتيك راوت برمي على مين؟ برمي على مين؟ يا اما بطلع الداتا من الاكزيت انترفيس، يا اما برمي على النكست هوب اي بي ادرس. صح؟ امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ لو انا استخدمت دلوقتي الاكزيت انترفيس امتى، ولو استخدمت النكست هوب اي بي ادرس. قال لك الاكزيت انترفيس ريكومندد مش ماست، وانا شغاله في شبكات البوينت تو بوينت. كلمه بوينت تو بوينت يعني ايه؟ يعني تو راوترز، اتنين راوتر بس مش كونكتد بكابل عادي، كونكتد بكابل السيريال. كونكتد بكابل ايه؟ السيريال. ايه كابل السيريال ده؟ فاكرينه؟ كابل الازرق في الريك ده، تمام؟ ابو كعبيره في النص ده جانكشن، تمام؟ سي دلوقتي ان ار 1 متوصل بار 2، والاثنين سي مثلا كونكتد بشبكه عشرات اوفر 30، وار 2 وراه شبكه 11، وده مثلا كونكتد هنا سيريال 0 اوفر 0، وده كونكتد سيريال 0 اوفر 1. قال لك في شبكات البوينت تو بوينت عايز تشتغل اكزيت انترفيس اوكي، عايز تشتغل نكست هوب اي بي ادرس اوكي، الاثنين صح، بس الريكومندد اكزيت انترفيس. طب الاول قبل ما اكمل، الشبكه دي ار 2 وار 3 كونكتد بايه؟ بوينت تو بوينت؟ لا، بس دي تكنولوجي فاست ايثرنت، تمام؟ تكنولوجي الفاست، ايوه، احنا لسه قايلين بوينت تو بوينت يعني ايه؟ يعني كونكتد عن طريق كابل السريال، انما اللي قدامي ده فاست ايثرنت، تمام؟ فاللي قدامي ده ما هياش تكنولوجي، ما هياش تكنولوجي ايه؟ سيريال. بنسميها تكنولوجي او نوع الشبكات اسمه برودكاست سيجمنت. برودكاست ايه يا شباب؟ سيجمنت. يبقى اللي قدامي ده اه صحيح هما تو راوترز، بس نوع الشبكه هنا مش بوينت تو بوينت، لانه اللي بينهم مش كابل سيريال، ده كابل ايثرنت، وطالما كابل ايثرنت يبقى نوع الشبكه برودكاست. تمام؟ لو انا عندي دلوقتي بقى تو راوترز الاثنين كونكتد بكابل
سيريال. قال لك لسه بنقول دلوقتي ريكومندد مش ماست ان انا اشتغل بالاكزيت انترفيس. ليه؟ لو انا اشتغلت بالاكزيت انترفيس هاجي على ار 1 واقول له لو عايز توصل لشبكه ال11 اللي السبنت ماسك بتاعها كذا، صح؟ فيا مين؟ من خلال مين؟ اس 0 اوفر 0. دي طريقه. كان ممكن اقول له لو عايز توصل لشبكه ال11 اللي السبنت ماسك بتاعها 255.255.255.0 من خلال مين؟ النكست هوب اللي هو 10.0.0.2. انهي افضل؟ تعالوا نشوف كده الراوتر هيفكر ازاي. لو انا كتبتها له بالطريقه الاولانيه دي الراوتر هيفكر ازاي؟ لو انا عايز اوصل لشبكه ال11 هطلع الداتا من سيريال 0 اوفر 0. فين سيريال 0 اوفر 0؟ اهو، يروح مطلع الداتا، تمام. لكن لو انا قلت له لو عايز توصل لشبكه ال11 هتمشي ازاي؟ طلع الداتا على 10.0.0.2. من 10.0.0.2 ده هيبدا يبص في الراوتنج تيبل تاني، عشان يوصل لشبكه العشرات ان جنرال هيطلع الداتا منين؟ من سيريال 0 اوفر 0. يعني معنى كده انه بص في الراوتنج تيبل كم مره في الحاله الثانيه؟ مرتين، صح. انا كده بعمل على الراوتر في الحاله الثانيه دي بعمل عليه حاجه اسمها ريكيرسيف لوك اب. حاجه اسمها ايه؟ ريكيرسيف لوك اب. ريكيرسيف لوك اب يعني ايه؟ يعني بحث متتالي، يعني الراوتر هيبص جوه الراوتنج تيبل اكتر من مره. تعالوا نجرب ده كده. لو جيت على ار 1 شو اي بي راوت عشان اوصل لشبكه ال 12، مش انا كنت استخدمت فيها الاكزيت انترفيس؟ افتكروا كده على ار 1 كنت استخدمت فيه الاكزيت انترفيس. ار 1 هيفكر ازاي؟ لو انا عايز اوصل لشبكه ال 12 هطلع الداتا من خلال فاست 0 على 0. بص في الراوتنج تيبل كم مره؟ مره واحده، صح. لكن لو انا دلوقتي مثلا عند ار 2 انا كنت استخدمت النكست هوب اي بي ادريس شو اي بي راوت عشان اوصل للعشرات، الراوتر ار 2 عشان يوصل للعشرات هيفكر ازاي؟ عشان اوصل للعشرات فيا 11.0.0.1، واساسا عشان اوصل لشبكه ال 11 هطلع الداتا من فاست 0 على 0. بص في الراوتنج تيبل كام مره؟ مرتين. يبقى عمل لي كده ريكيرسيف لوك اب. وطالما ريكيرسيف لوك اب انا كده بعمل لود اعلى على البروسيسور والرامات بتاعتي، بتدور في الراوتنج تيبل اكتر من مره، تمام. يبقى في حاله الاكزيت انترفيس الاثنين صح، بس ريكومندد ريكومندد ايه؟ الاكزيت انترفيس، تمام. طب الشبكات الثانيه اللي هي البرودكاست، برودكاست يعني ايه؟ يعني سي مثلا عندي هنا سويتش ده سويتش وكونكتد عليه اكتر من راوتر ار 1 ار 2 ار 3 ار 4 تمام. ادي ار 1 ار 2 وسي دلوقتي الشبكه اللي في النص دي شبكه عشرات اوفر 24 سي ده فاست 0 على 0 وكلهم فاست 0 على 0 يعني. وعايزه اوصل للشبكه اللي ورا ار 3، الشبكه اللي ورا ار 3 دي مثلا شبكه 11 اوفر 24، تمام. تعال نشوف بقى هنا في شبكات البرودكاست. لو انا جيت دلوقتي على ار 1 واستخدمت الاكزيت انترفيس عشان اوصل لشبكه ال 11 هطلع الداتا من هنا توصل لمين؟ السويتش هيبعتها كده ولا كده ولا كده، صح؟ السويتش هيتوه، صح. لكن لو انا دلوقتي استخدمت النكست هوب اي بي ادرس هقول ايه؟ يا ار 1 روح ل 11 او ل 10.0.0.3 عشان توصل لشبكه ال 11. يبقى هنا مش ريكومندد، ده هنا ماست. هنا ايه يا شباب؟ ماست ان انا استخدم نكست هوب اي بي ادرس، ما ينفعش استخدم الاكزيت انترفيس، يا اما الشبكه بتاعتي هتقع ومش هتشتغل، صح. للدقه بقى لو انا شغاله اي بي فيرجن 4 وجيت اطبق الشبكه دي هتكتشفوا ان الشبكه بينجبل رغم ان انا استخدمت الاكزيت انترفيس فاست 0 على 0. ايه ده؟ ده انا لسه قايله العكس، ده انا لسه قايله ان الشبكه دي ماست ان انا استخدم فيها النكست هوب اي بي ادرس، ما ينفعش استخدم الاكزيت انترفيس. بس انا في شبكات البرودكاست عندي بروتوكول اسمه الارب. الارب بيعمل ايه؟ ك
كان بيجيب لي الديستنيشن ماك صح، والارض هيحل لي المشاكل دي كلها، هيبعت الباكت على كله والداتا هتوصل لهنا والداتا فعلا هتوصل لفاست زيرو على زيرو، وار 3 فعلا هيوصلني لل 11. يبقى لو انا كنت شغاله، لو انا فعلا كنت شغاله اي بي فيرجن 4 هيحل لي المشاكل دي كلها والشبكه بتاعتي هتبقى بينجبل تمام. لكن لو انا كنت شغاله اي بي فيرجن 6، هنشوف الكلام ده قدام باذن الله لما نيجي نطبق كل الراوتنج على اي بي فيرجن 6، هلاقي ان الدنيا بتاعتي مش هتشتغل، لازم مست فيها ان انا استخدم النكست هوب اي بي ادرس. يبقى تاني في حاله اي بي فيرجن 4 الدنيا هتشتغل، في حاله اي بي فيرجن 6 الدنيا مش هتشتغل. في عندي كمان شبكات كده اسمها شبكات ال ان بي ام اي، لسه معرفش ايه ال ان بي ام اي ده، هناخدها ان شاء الله في السمستر الرابع مع بعض، بس مش هشغل عليها الاستاتيك، هناخد بس ال ان بي ام اي بس مع بعض. لو انا شغاله اي بي فيرجن 4 الشبكه هتشتغل عادي عشان بروتوكول الارب هيحل المشاكل بتاعتها. اي بي فيرجن 6 وال ان بي ام اي مش هيشتغل، ماست ان انا استخدم النكست هوب اي بي ادرس تمام. ورغم ان اي بي فيرجن 4 هيشتغل، الا ان انا برضو افضل ان انتوا تستخدموا النكست هوب اي بي ادرس. ليه؟ نرجع تاني كده للتوبولوجي بتاعنا. دلوقتي ار 1 انا استخدمت فيه ايه؟ الاكسيت انترفيس عشان اوصل لمين؟ لشبكه ال 12 ان جنرال. لشبكه ايه يا شباب؟ ال 12 ان جنرال صح. لو جيت دلوقتي على ار 1 وقلت له شو ارب، شو ارب اللي كان بيوريني ايه اللي موجود جوه الارب تيبل، الارب كاش. لقيت دلوقتي عشان اوصل لمين؟ ل 12 0 0 100 و 12 0 0 101 و 12 0 0 102. ده ايه ده؟ ايه الاي بي ده او ايه الماك ده؟ ده الماك بتاع النكست هوب. مش احنا لسه قايلين الديستنيشن ماك هيبقى الماك ده؟ قبل البريك قلنا الديستنيشن ماك هيبقى 100 شويه الماك ده تمام. وار واحد لما يحب يوصل لشبكه ال 12 سواء ده او ده او ده، مين الديستنيشن ماك بتاعه؟ هيبقى الماك ده بتاع اللي بعده صح. الفكره تاني دلوقتي ان انا لو جيت هنا على خلينا على البي سي ايش على الارض. الفكره دلوقتي ان انا عشان اوصل لكل اي بي على حده، الراوتر بيعمل ايه؟ بيبعت ارب عشان يجيب الديستنيشن ماك. فمين الديستنيشن ماك بتاعه؟ ها اف 0 اوفر 0 بتاع ار 2. تخيل بقى ان انا على السويتش ده كونكتد 1000 جهاز، يبقى معنى كده ان كل اي بي عايز اوصل له هيحصل ايه؟ هيبني له عندي هنا انتري جوه الارب تيبل. ما هو دلوقتي كل اي بي عايز اوصل له هبعت على مين؟ هطلع من اف 0 اوفر 1 عن طريق بروتوكول الارب. الارب هيروح لار 2 يجيب لي منه الديستنيشن ماك بتاعه صح. يبقى لو انا عندي دلوقتي 1000 جهاز، هلاقي عندي في ار 1 ظهر في الارب كاش تيبل بتاعه 1000 انتري وكلهم بيشاوروا على نفس النكست هوب ماك. كلهم بيشاوروا على نفس ايه يا شباب؟ النكست هوب ماك. لكن لو انا دلوقتي على ار 1 كنت استخدمت النكست هوب اي بي ادرس نو اي بي راوت، لو عايز اوصل لل 12 اللي السبنت ماسك بتاعها انا استخدمت فيه الاف 0 اوفر 1 لغيته وهقول له اي بي راوت، لو عايز اوصل لشبكه ال 12 اللي السبنت ماسك بتاعها كذا، هطلع الداتا من النكست هوب اي بي ادرس بدل الاكزيت انترفيس. تعالوا المره دي كده نبنج. لو جيت ابنج على 12 0 0 100 سوري من البي سي، انا اسف من البي سي. لو جيت ابنج على 12 0 0 100 ريبلاي 101 102 لو جيت انا بقى على ار 1 وقلت له شو ارب، اخدتوا بالكم ان انا عشان اصلا اوصل لشبكه ايه؟ ال 12 مش ظاهره صح، لكن ظهر عندي ان انا عشان اوصل ل 11 0 0 2 ده الماك بتاعه وانتهينا.
يبقى مش كل جهاز انا عايز اوصل له هيظهر لي عندي هنا انتري جوه الارب تيبل. طبعا ده هيعمل لود جامد جدا على الشبكه بتاعتي، كل ما اجي اوصل لجهاز الراوتر بتاعي مطلوب منه انه يبعت ارب لود على الباند ويدث ولود على التيبل بتاعي على الميموري. ما هو التيبل ده موجود جوه مين؟ جوه الميموري. فبصفه عامه بقى في شبكات البوينت تو بوينت استخدموا مين؟ اكزيت انترفيس. اي شبكات ثانيه نيكست هوب اي بي ادرس. عرفنا استخدم ده امتى وده امتى؟ سؤال بقى كنت سالته لكم زمان ايام ما بدانا الكورس خالص وقلت لكم اصبروا مش عايزه اجابته دلوقتي، المفروض انتوا دلوقتي اللي تجاوبوه بنفسكم. ليه جهاز الكمبيوتر او الراوتر عليه نوعين من الادريسنج اي بي وماك؟ ليه مش ماك كفايه؟ ما هو الماك ده حاجه يونيك على مستوى العالم صح؟ ما اي كارت شبكه المفروض بيبقى له ايه؟ يونيك ماك المفروض، تمام؟ ليه ما استخدمش ان انا ابنك بالماك وادخل شير بالماك؟ ليه ليه بتعامل بالاي بي والماك الاثنين؟ ها ايش كتير؟ طب بص كده، انا دلوقتي على ار 1 لما جيت قابلت الراوتنج تيبل بنيته بايه؟ باي بي هات ولا بنتورك اي دي؟ يعني لما جيت على ار 1 قلت له لو عايز توصل لشبكة ال 12 ان جنرال، ولا قلت له لو عايز توصل لل 1200 و 1201 و 1202؟ قلت له ايه؟ ال 12 ان جنرال صح؟ انا مش كل اي بي عايز اوصل له هحط له انتري جوه الراوتنج تيبل بتاعي. انا جيت على ار 1 قلت له لو عايز توصل لشبكة ال 12 ان جنرال طلع الداتا من خلال كذا، ارمي على اللي بعدك مثلا. تمام؟ لو انا دلوقتي كنت بتعامل ما عنديش حاجه اسمها اي بي وكل تعاملي بالماك، كل جهاز هيبقى له ماك طبعا مختلف، هينفع ان انا اجمعهم في نتورك اي دي؟ الماكات ينفع ان انا اجمعها في نتورك اي دي؟ وبالتالي لو ما كانش عاملين عندي حاجه اسمها اي بي كنت ساعتها على ار 1 في الراوتنج تيبل هضطر ان انا اقول له لو عايز توصل لجهاز بي اللي الماك بتاعه كذا، ولو عايز توصل لجهاز سي اللي الماك بتاعه كذا، ولو عايز توصل ده ايه وجع القلب ده؟ يبقى الراوتنج تيبل حجمه هيبقى عامل ازاي؟ تشاكيل كده بقى ان شاء الله امشي بيها. عشان كده عملوا المفهوم بتاع مين؟ الاي بي، لان الاي بيات ممكن ان انا اجمعها في نتورك اي دي، وطالما جمعتهم في نتورك اي دي حجم الراوتنج تيبل بتاعي ممكن اصغر. تمام كده؟ حد وقع مني في حاجه؟ اوكي الهوم ورك بتاعكم بقى شبكه بسيطه جدا جدا، ار 1 ار 2 ار 3. حط لي هنا مثلا جهاز كمبيوتر وهنا جهاز كمبيوتر، سمي الانترفيس زي ما انت عايز، فاست زيرو على زيرو، فاست زيرو على 1، وصلهم زي ما انت عايز. حط هنا مثلا شبكه عشرات، هنا 11، هنا 12، هنا 13، ظبطها زي ما انت عايز. المهم عندي في النهايه ان الشبكه بتاعتي دي تبقى بينجبل. يعني ايه بينجبل؟ يبقى فيها اند تو اند ديليفري. يعني جهاز ايه لو بنكت ما بينه وما بين جهاز بي تبقى الشبكه بتاعتي بينجبل وفي ريبلاي. تمام؟ عايزين تعملوها ديفولت راوت اوكي، عايزين تعملوها ستاتيك اوكي، بس ما حدش يجي لي زي مثلا ده واحد وده اتنين وده تلاته. لو عملت ديفولت راوت من ار واحد يرمي على ار اتنين، اوعى تعمل لي ديفولت راوت من ار اتنين يرمي على ار واحد. امال تخليه يشوف الشبكه دي ازاي؟ اي طريقه ثانيه ستاتيك مثلا. فممكن تيجي من ار واحد ترمي على ار اتنين ديفولت راوت، من ار اتنين على ار تلاته ديفولت راوت، لكن ار تلاته عشان يشوف الشبكات اللي ورا ار اتنين ستاتيك. ار 2 عايز يشوف الشبكات اللي ورا ار 1 ستاتيك. ظبطوها زي ما انتوا عايزين، بس الشبكه دي تبقى بينجبل من غير ما يحصل لي فيها راوتنج لوب. تمام؟ اي اسئله قبل ما اوقف الفيديو؟ يا شباب